بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، أهلا أخواتي، مرحبا بكم. كراكم دايرين؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جينا نخدم معكم حلوة تاع الدومينو. هاد الحلوة نخدموها بالبواقي اللي بقاونا تاع اللي خدمنا بهم الكاطو من قبل، نديروهم في هاد الحلوة إن شاء الله. إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها. بسم الله. هنا هذا صابلي مفتت، بقى لي حبات مزينتهم. درت كيله نتاع ولا شرو كاطو نتاع برا بيمو ولا اي نوع، وهنا وكيله نتاع حلوى الترك، ونص كيله زبده دائبه. نخلطهم بيدي كما راكم تشوفوني، ندخلهم في بعضهم باش حلوى الترك تتفتت مليح. نجمعهم بزبدة دايبة. احنا جبت علبة تكون ولا قالب ولا اي حاجة، انا درت كمية قليلة. درتي هاد بورت مونجي صغيرة، غلفتها بسوليفان، راني نفرش فيها هاد الخلطة. نحطها تما، نعصر عليها بيدي كما راكم تشوفوا، ملعقة وندوب شوكولا البيضة، نحطوها في حمام مائي. ضفت ملعقة زيت ونخلط مليح. خلي تسقمتو نيشان، نخوي عليه الشوكولا البيضاء. اللي يحب يدير الشوكولا السوداء يدير السوداء خير. انا البيضاء بدات تقطع معايا، تشوفوا معايا. نفرغوا الشوكولا فوق الحلوى نتاعنا، نحطوها في الثلاجه تجمد. تتجمد الشوكولا، السوليفان كتشو يعاونكم باش تجبدوها بكل سهولة. هنا الشوكولا البيضة كتجو تقصوها، أنا كتشوفو بدات تتكسر معايا. ديرو السكين في الماء يكون حامي باش تدوبلكم في الساع. مع هذيك لا شويه زيت بصح تتكسر وحدها. نزينوها على شكل دومينو كما راكم تشوفوها. كديروا هذوك النقاط، هكا ولادكم الصغار يفرحوا كي يشوفوا هاد الحوايج كما هكا تاع العاب وكامل. ونبدلوا من الاشكال. نتوما كتجربوها ديروها بالشوكولا السوداء، ما تتقطع لكمش خير. طر الشوكولا السوداء تساعفنا، والنقاط ديروهم بالشوكولا البيضاء. المهم بنتها جات بنينه. انا قطعتهم حطيتهم في طبسي، شوفوا جاو رائعين، مجاوش باينين بلي شوكولا تكسرت.
شوفوا الشكل تاعها جا رائع، يتشبه الدومينو تاعها بصح. انا باش هذوك البقايا اللي بقاو لنا من الحلويات ما نقيسوهمش، كملت بهم كما هكا. ان شاء الله تعيدوا بالصحه ولهنا يا رب، كل عام وانتم بخير. من بعد نزيدو نكملوا الروتين كما عارفين، كي كملنا الحلويات وكامل شهر وحنا مع القليان، وكنا تنظيف خفيف خفيف، ديرنا تنظيف عميق هنا تشوفوا معنا. هنا الزرزيق تاع بصح الماء الميمان، غسلنا الحيوط، كوزينة الدار كاملة غسلناها. انا نخليكم، استودعكم الله. نصيحه هنا البنات، ما تسيقوش بالحفاه، نجمو تزلقوا، دائما تكونوا لابسين حاجه في كرعيكم. هذه الباليه ما شاء الله مليحه للمسيح تاع الحيوط كامل، جايه طويله بزاف تساعدكم. كل عام وانت بخير.